عسلامة وصحة شربتكم. أنا جيات باش يجينا النوم بسهولة. ننصحكم باش تاكلوا نشويات كما الخبز والمقرونة والروز، ونحاولوا نختاروهم من نوعية الحبوب الكاملة فيهم سكريات بطيئة الامتصاص تعاون على إفراز هرمونة النوم. ناكلوا زادة حاجات فيهم الأوميغا 3 كما الحوت والكتان والفخو دماغ، يخليوا المخ يخدم بالكدا ويعاوننا باش نرقدوا مليح. نبعدوا على المقلي والماكلة المفوحة. نقصوا زادة من شربان التاي والقهوة والجازوز فيهم الكافيين اللي طايروا علينا النوم. نبعدوا على الحلو اللي ينقص من إفراز هرمونة النوم. وما تنسيوش في رمضان صحتنا في ماكلتنا.